هل يكون الأجر لمن صلى في بيته وإن كان جماعة كما كأجر من صلى جماعة في المسجد؟ هذا آثم على تركه الصلاة في المسجد والذين معه أيضا يأثمون، إلا إذا كانوا معذورين بمرض أو خوف لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد لعذر يمنعهم من ذلك، فإنهم يصلون في البيت ولهم أجر الجماعة. أما إذا كان ليس لهم عذر فإنهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد. نعم.